تحية لكم إلى ما كنتم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من الصحافة اليوم، استعرض فيها أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية الدولية عن الشأن اليمني خلال الساعات الماضية. أبدأها كالعادة من الصحافة المحلية، وكالة خبر الأنباء والتي عنونت الأخبار التالية: حوثيون يجبرون المجالس المحلية والمشايخ على التحشيد لوقفات احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء. الإرياني يوجه دعوة لغريفيل. ميليشيا الحوثي تقتحم منازل المواطنين بدم تضالع وتختطف 3. أغسطس الحصاد المر للميليشيا، مقتل أكثر من 70 قياديا حوثيا على امتداد الجبهات. وكالة 2 ديسمبر: رؤوس حوثية أينعت وتم خطافها حصاد شهر أغسطس. التصعيد الحوثي بحق الصحفيين المختطفين يفجر ردودا غاضبة. نعي أممي خافت لجنيف 3 بشأن اليمن. ارتفاع جنوني متواصل في أسعار الغذاء تحت سلطة بطش ميليشيا الحوثي. استشهاد وإصابة 1600 مدني على أيدي ميليشيا الإرهاب الحوثية خلال 10 أشهر. موقع نيوز يمن: فريق نساء تعز يطلق حملة إلكترونية للمطالبة بفتح الطرق الرئيسية. سيئون يتوج بطلا لكأس الرئيس لكرة الطائرة بوادي حضرموت. بأسلوب القاعدة وداعش، المراكز الصيفية وسيلة حوثية للعنصرية وملشنة الشباب. اللجنة الرئاسية بتعز تنجح في إخلاء مدرسة باكثير من حزب الإصلاح. مجلس الأمن الدولي يعرب عن أسفه لتخلف الانقلابيين عن مشاورات جنيف. صحيفة الأيام: الكشف عن مخطط هجوم انتحاري ضد التحالف بعدن. الجنوبيون نقلوا الحوار من الفنادق إلى البنادق. موقع الوفاق نيوز: القوات المشتركة تسيطر على كيلو 16 وتصل مفرق باجل. صور شكرا جواز ترعب الحوثيين في العاصمة صنعاء. من الصحافة المحلية اخترنا لكم ايضا مقال للصحفي محمد الشجاع من موقع نيوز يمن، حمل عنوان: من محاكم التفتيش الى ساحات التحويث، وطن يموت كل يوم فيه. جماعة الحوثي أنصر الله بلا أدنى شك، ولكن بعد أن يصبح اليمن قاعا صفصفا لا ترى فيه لحما ولا عظما، هذا ما تثبته الوقائع اليومية والحكايات التي تتصدر المشهد وصد دهشة الجميع حتى إبليس. ثم يأتي من يقول لك بأن عبد الملك الحوثي في خطابه الأخير وضع خطة اقتصادية محكمة ستحل أمر الرواتب وتضخم العملة وانهيار الاقتصاد اليمني عموما. معالجة الاقتصاد لا يحتاج لخطاب يا انشراح ولا لصف كلمات على الشاشة الفضية، لذا نقول كما قال سعد زغلول: ما فيش فايدة يا صفية. كل هذا الدحيس الحاصل ليس سوى خازوق سحيق للقضاء على شواهد وأنسجة وجغرافيا كانت قد بدأت الخروج من بوتقة التاريخ المتمثل بمعركة الصفين، ومن قبلها موقعة الجمل، ومن قبلهما الاجتماع الذي تم في سقيفة بني ساعدة وأمور الولاية والإمامة والبطنين، والتشيع المتخلف والتنزيه العرقي الساذج والتقديم والتأخير والسرداب والكهف وشعرة معاوية وسيف ذو الفقار والعصمة والباقر والجواد وظهور المهدي. انفردت جماعة الحوثي عن غيرها من الجماعات والمكونات اليمنية بكل شيء، فالمتتبع لهذه الجماعة ابتداء من التسمية وانتهاء بالفعل القائم على العنف والوحشية وجرف كل ما هو قائم وله علاقة وارتباط وثيق بأخلاق اليمنيين وأعرافهم وتاريخهم الزاخر بالريادة والمحبة والتسامح والأنفة والكرامة والاعتزاز والتنوع ومحبة الآخر. يحتار المرء من أين يبدأ الحديث عن هذه الجماعة الكارثة وكيف يقرأ أبجدياتها ومراحل تطورها حتى أصبحت بهذا البؤس والهوس والانفصام النفسي العجيب. عموما ومع كل تحول وتسمية جديدة كانت تثبت حضورها وترسخ منهجها أكثر بصورة أبشع من اليوم الذي يسبقه. أضف إلى ذلك مسارها في المشهد اليمني، فلا هي التي اتخذت مسارا أيديولوجيا واضحا وسارت عليه، ولا هي التي نهجت نهجا سياسيا ومضت في تحقيقه أو تحولت إلى حزب سياسي، ولا هي التي أظهرت رجعيتها منذ أن برزت في الساحات وظلت مثل الطحلة بزلقة بحيث لم يستطع أحد الإمساك بخيوطها. راوغت الجميع وعمدت إلى تخديرهم كما يفعل الأفيون تماما، وإن كنت لم أجربه إلا في المشهد السياسي والاجتماعي مع هؤلاء فقط.
تعلقت بإيران من جهة وتعلقت بالقومية من جهة أخرى، ظلت تدافع عن القومية العربية من بوابة النظام السورية، ليس حبا في دمشق وإنما كرها لمعاوية، ارتبطت بحزب الله والقضية الفلسطينية لتمنح كيانها الكهنوتية صبغة قومية وأممية قائمة على الممانعة والمقاومة، فكان كل ذلك خازوقا كبيرا عبرت من خلاله المضيق. أربكت المشهد تماما وتمهت حتى مع الهواء الذي يتنفسه اليمنيون، أيقظت روح الصرخة تحت مسمى ثورة وطبعت شعارها على كل جدار وفوق كل بقعة جميلة، وظلت في ساحة الربيع العربي معزولة في الخيام حتى آخر لحظة. غادر الجميع تلك الشوارع إلا أنصار الله، ظلوا يقظين بينما اعتبرهم الكثير أداة سياسية بيد النظام السابق، وهي نفس التهم القديمة الجديدة التي صبت ولا تزال تصب بصالح هذه الميليشيات، علما أن الكثير من النظام السابق كان قد التحق بالساحات. استطاعت هذه الجماعة كالحرباء أن تخادع الجميع حتى الذين كانوا على علم ودراية بخبث توجهها، إلا أن العملية السياسية والديمقراطية كانت تحتم على المؤتمر وقيادته التعامل مع هذا الكيان كأي مكون يمني آخر له الحق في التعبير تحت مظلة الجمهورية اليمنية ومبادئ سبتمبر العظيمة في إطار دستور واحد وقوانين معروفة، وحتى القوى التقليدية كانت على تعاطف كبير معها لنفس السبب وأسباب أخرى. لتستيقظ متأخرة وتحمل النظام السابق كل التبعات من إسقاط المحافظات والعاصمة وتسليم المعسكرات بعد ربيع أنهك الزهر والحجر، تمكنت الجماعة من كل شيء بخطوات محسوبة، ولأن الظروف السياسية السيئة قبل وبعد مؤتمر الحوار الوطني قد خدمتها وشكلت لها غطاء غير واضح، ما جعل المشهد يمر بفراغ كبير كان بحاجة للامتلاء. وقد فعلت جماعة الحوثي ذلك وسط تخاذل وزارة الدفاع ورئيس الدولة في معركة كانت خاطفة وصمت من قبل حزب المؤتمر، بل اتهامه بالمشاركة ودعم جماعة الحوثي لاحتلال العاصمة وصولا إلى عدن، فأسست لفوضى وانفلات دفع ثمنها المواطن اليمني وما زال يدفع حتى اللحظة. عمدت الجماعة خلال فترة وجيزة إلى أن تضرب ضربتها، فتحت المجال أمام الجيران للاعتداء على اليمن مع سبق الإصرار والترصد، وتعاملت مع خصوم الداخل وكل من يقف في وجهها ويقول لا، بأن فجرت بيوتهم ونكلت بهم أشد تنكيل لتفسح المجال لنفسها، فبدأت تشتغل على المؤسسات، حرفت مسار المؤسسة العسكرية ووزارة التربية والتعليم والصحة، انقضت على البنك المركزي وعطلت عمل مجلس النواب السلطة التشريعية الأولى والأهم في البلد، ونقضت العهود والمواثيق والاتفاقات. تجاوزت ذلك إلى تصفية الشخصية المؤتمرية كان آخرها العدوان الأبشع على منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح 76 عاما وقتله بضوء أخضر وتعاون من جهة مخابراتية داخل منزله. يقف اليمنيون اليوم على حافة الوجع بانتظار المخلص، يدعون الله ويتضرعون إليه، فاقدين الأمل في القوى السياسية إلا ما رحم ربي، أملهم كبير بالله سبحانه وتعالى وبرجال الرجال في كل الجبهات. وأخيرا لا بد أن نكون على يقين من أن هذه الجماعة هي اختبار لإرادة اليمنيين وتمحيص لجوارحهم، وأننا سننتصر للسلام والأمن والمظلومين، وستعود اليمن شامخة يرفرف علم جمهوريتها في كل الأراضي التي عبثت بها هذه الميليشيات، وسترجع صنعاء شامخة فاتحة أبوابها للجميع دون تمييز أو استثناء. من الصحافة المحلية انتقل بكم للصحافة العربية والدولية، أبدأها كالعادة من وكالة سبوتنيك الروسية التي عنونت الأخبار التالية: القوات المشتركة تحبط محاولة للحوثيين قطع إمداداتها جنوب الحديدة، الحوثي يتهم السعودية بتشويه الإسلام، وكالة العين الأخبارية: قرقاش تحرير الحديدة ضرورة لإعادة الحوثيين إلى مشاورات السلام، الكويت تغيب الحوثي عن المشاورات تجاه لمجلس الأمن. صحيفة الشرق الأوسط: الحوثي يقتاد رئيس وزرائه إلى صعدة لأداء يمين الولاء، فريق تقييم الحوادث يؤكد وقوفه على مسافة واحدة من أطراف الصراع في اليمن. وكالة إيرام الأخبارية: علوية العمالقة الجنوبية تعزل الحوثيين داخل الحديدة بقطع طريقهم إلى صنعاء،
اليمن مستاء من توصيفات غير دقيقة في مجلس الأمن تبرر سلوكيات الحوثيين. مارتن غريفيث يطلع مجلس الأمن على فشل مشاوراته حول اليمن. صحيفة سبق: غريفيث: أطلقنا العملية السياسية باليمن رغم غياب الحوثيين عن جنيف. ومندوب اليمن الأممي: تقرير الخبراء يشوبه القصور وهذا سبب تمادي الحوثي في جرائمه. الجبير: السعودية حريصة على وحدة أمن اليمن والتصدي للعدوان الحوثي. صحيفة البيان الإماراتية: تقييم الحوادث يفضح التضليل الحوثي. ماذا بعد جنيف يا الحوثي؟ صحيفة السي إن إن عربية: تداول جدال وزير خارجية العراق ووزير سعودي حول اليمن بجلسة الجامعة العربية. صحيفة البوابة الأخبارية: الحكومة الشرعية تؤكد سعيها للسلام القائم على المرجعيات الثلاث. مصرع قياديين من ميليشيات الحوثي في صعدة. صحيفة أخبار الخليج: تهديد حوثي لحقوق بحريني يفضح جرائمهم في اليمن. صحيفة الحياة اللندنية: الجيش اليمني يحبط هجوما انتحاريا للحوثيين. موقع سكاي نيوز الفضائية: السيطرة على طريقين قرب الحديدة وقطع خطوط إمداد الحوثي. إذا لمناقشة أبرز ما تناولته الصحافة اليوم، أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد الوهاب معوض رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب. مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومكان انتصارات في كل جناح. أحييك أستاذ عبد الوهاب. ربما دقت ساعة الصفر مؤخرا وهنالك ما يثرق الصدور ويفرح الجميع في محافظة الحديدة خصوصا جبهة الساحل الغربي، وأنبى عن تقدمات كبيرة، وربما سيحتفل اليمنيون في 26 سبتمبر في محافظة الحديدة لإجلاء وقد تطهرت من نقص هذه الميليشيا. تعليقك حول آخر مستجدات في مختلف الجبهات منها جبهة صعدة وميدي وغيرها. في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخوة الأبطال من أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبهة الساحل الغربي وفي كل الجبهات، نعم، في صعدة وفي حجة وفي مختلف الجبهات التي تخبط الميليشيات الحوثية أكبر الخسائر وتقوم بتحرير الأراضي كل الأخرى من أجل هذه الميليشيات الإجرامية. ما نتابعه خلال الأيام الماضية واليوم من انتصارات في جبهة الساحل الغربي تحديدا في منطقة الحديدة أمر يزيد الصدور. نحن نتابع اليوم سيطرة القوات المشتركة على كيلو 16 وصولا إلى كيلو 7، وآخر الأخبار أيضا وصلت من أحد المخاوف في مدينة الحديدة، نعم، يقول على أنه تم بنجاح سيطرة على دوار الأكرعي الواقع شمال دوار المطاحن باتجاه مدينة 7 يوليو، نعم، ومن هذه المنطقة يمكن التحدث بكل سهولة إلى منطقة المياه. نحيي هؤلاء الأبطال ونقدر رؤوسهم وندعو كل الأخوة في بقية الجبهات أن يتم تحريك المواجهات في الجبهات حتى لا يتركوا للحوثيين أي فرصة لإتكاف أنفاسهم. اليوم نلاحظ انهيارات المتواصلة في صفوف الميليشيات، وهذا ليس إلا الفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى أولا ثم لجهود الأبطال في ميادين. طيب أستاذ عبد الوهاب، ربما خلال ساعة أو قبل ساعة من الآن ذكرت وسائل الإعلام حول توجه دولي أيضا بعد أن يئسوا من يعني من هذه الميليشيا ومسألة رضوخها إلى المجتمع الدولي والمطالب الداعية إلى السلام. على ماذا تراهن إذن هذه الجماعة رغم سقوطها المخزي في مختلف الجبهات منها محافظة صعدة التي تعد أبرز الجبهات وسقوط عشرات القيادات من عناصرها؟ الحوار الحقيقي هو ما يحصل اليوم من فوضى في مدينة الحديدة. نعم. حوار البنادق هذه هي اللغة التي يفهمها الحوثيين. أما الحوارات التي تجري في جنيف أو في غيرها ليست إلا وسيلة لإنقاذ الميليشيات. بحث اليوم المؤسسات الدولية وبعض الدول تشكل فوق نجاح للميليشيات في محاولة لإنقاذ موقفها المتهاوي أمام ضربات الجيش. نعم. والمقاومة. أنا نؤكد على أبطالنا في القوات المسلحة وفي الجيش وفي مختلف مواقع الشرف والبطولة في المقاومة أن الحوار الحقيقي هو ما يقومون به اليوم. هذه الجماعة أو هذه الميليشيات لا تفهم لغة الحوار لكنها تفهم لغة القوة ولغة الهزائم المتتالية
في جبهة القتال. لعبة الحوار هذه لم نسمعها، ونحن نؤكد على أنه لم يخرجوا هؤلاء إلا بالطريقة التي دخلوها. لا يمكن أن تخضع من الشيء الحوثي إلا المنطق القوة، ما عدا ذلك ليس إلا وهم الأوهام الذي يحاول البعض أن يسبب لها لإنكاد موقف الميليشيات. نعم. طيب هنالك مناشدات استاذ عبد الوهاب تصل تباعا من الكثير من ابناء محافظه الحديده، ماذا يعني في مساله ايضا تاخير عمليه الحسم؟ هل سنشهد خلال الساعه القادمه يعني توسع الجبهات في اكثر من مكان وسرعه تطهير هذه المحافظه التي طال امدها وكان اليمنيون في ينتظرون بفارغ الصبر يعني تحريرها؟ الحديده تعتبر الشريان الرئيسي بالنسبه للميليشيات، من الحديده يقوموا بجباية الأموال الطائلة. التقريرات تشير إلى أنهم يقوموا بتحصيل بالشهر ما يقارب 50 مليار، نعم. بالإضافة إلى استغلال هذه السواحل في تهريب الأسلحة وتهريب المقاتلين إلى صفوف الميليشيات. نعم. ولذلك نحن ندعو الأخوة في جبهة الساحل الغربي أن يواصلوا جهودهم وعملهم العسكري حتى يتم استئصال هذه الجماعة من مدينة الحديدة، ميدانا إن شاء الله باستئصالها في كل محافظات الجمهورية. لكن في الوقت نفسه ندعو الى تحريك الجبهات الاخرى حتى لا يتركوا الحوثي فرصه للحج الى مدينه الحديده، وكذلك ايضا ادعو كل الاخوه في المناطق الواقعه تحت سيطره الحوثيين على ان يرفضوا رفضا قاطعا الدفع بابنائهم الى جبهات الى محارب الكتل التي يحاول الحوثيون ان يشوفوهم اليها. وندعو ايضا الاخوه في كل المناطق الخاضعه لسيطره الحوثيين ان يكون لهم موقف رافض لكل ما تمارسه الميليشيات. لماذا الانطلاق؟ نحن اليوم امام انتصارات حقيقيه في كل الجبهات، وبالتالي لابد ان يكون للاخوه الواقعين في مناطق سيطره الحوثيين ان يكون لهم موقف مقاوم وان يكون لهم عمل في الميدان حتى يستطيعوا ان يلووا ذراع الميليشيات ويخضعوها بتسليم البلد والالتزام بالمرجعيات الدوليه والاقليميه بالنسبه مخرجات الحوار الوطني، نعم. والقرار 2016 والمبادره الخليجيه واليه التنفيذيه. طيب استاذ عبد الوهاب، ربما هذه الميليشيات اعطيت من الاعذار يعني ما لا يخطر على بال احد يعني، وتجاوزت كل الاعذار ولا تزال مثل ما ذكرت انها ما اخذ بالحق لا يمكن ان يعود الا بالحق. هل سنشهد ايضا تحركات سياسيه لمختلف المكونات الوطنيه لاسناد رجال الجيش من حراس الجمهوريه والويه العمالقه لاجل يتسنى ايضا انتفاضه شعبيه من داخل الحديده وتطهيرها بصوره عاجله حتى يعني يتسنى ايضا ثورات او مواصله انتفاضه الثاني من ديسمبر في مختلف المحافظات؟ لا شك ان الموقف السياسي والموقف الشعبي الداعم لجهود الابطال في جبهات القتال، نعم. امر بغايه الاهميه، وانا هنا اتوجه للزملاء في الاحزاب السياسيه وفي البرلمان وفي كل المكونات السياسيه ان يكون لهم موقف مناصر سواء بالكلمه او بالفعل لدعم او مسانده اخواننا في مختلف الجبهات. نحن ندعو الجميع اليوم الى التواجد والتحرك الى جبهات القتال لاسناد الاخوه المقاتلين الذين يقدمون دمائهم في عمل يرفع الرأس في محاولة بل في تأكيد استعادة الدولة ودحر هذه الميليشيات. اليوم يجب على الجميع قوى سياسية أحزاب ومؤسسات أن يقفوا وقفة البديل الواحد، أن يضعوا خلافاتهم الجانبية جانبا ويركزوا بشكل أساسي على معركة تحرير البلد. نعم. نحن اليوم القضية الوطنية يجب أن تكون همنا الكبير، نضع المماحشات السياسيه وغيرها وننطلق جميعا في معركه التحرير. نحن جميعا نتقبل بعضنا، نحن جميعا نفتح الجوانب لبعضنا، وان كان هناك ما حصل في الماضي من مشاكل او من احداث، لكن ما حصل اخيرا من اجتياح الميليشيات ومحاوله قضاءها على او ابتلاع الدوله بشكل كامل يجعل الجميع ملزمين على ان يتناسوا اخطاء الماضي وان ينطلقوا في معركه واحده وفي صف واحد لاستعاده البلد، نعم. مؤسسة الدولة ونظام الجمهوري من أيدي هذه الميليشيات الإجرامية. أستاذ عبد الوهاب أرجو أن تبقى معي، سأذهب أيضا إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية الكاتب السياسي محمود الطاهر. مرحبا بك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا بك وبالشهادة المساعدين. لعلك سمعت خلال الساعات الماضية هنالك ما يسر الجميع أبناء الشعب اليمني، وهنالك معركة الحسم ودقت ساعة الصفر، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سنكون على يعني يتحتفل اليمنيون بعيدين، عيد 26 من سبتمبر العيد 56 من ميلاد هذه الثورة الأم، وتطهير محافظة الحديدة من رجسي ودرجة
دنس هذه الميليشيا. كيف تقرأ إذن سير المعارك في مختلف الجبهات الأخرى، وما الذي يمكن فعله لقصر المسافة لهذه الحرب التي طال أمدها؟ نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين مرة أخرى. في الحقيقة بأن فشل المبعوث الأممي مارتن جريفيث في استقدام الحوثيين إلى طاولة الحوارات في جنيف، هذا جعل لليمنيين فرصة سانحة لا يمكن أن تتعوض، لليمنيين والقوات المشتركة وكذلك التحالف العربي للحسم للاتجاه إلى الحسم العسكري. ومن غير ذلك فإن إطالة أمد الحرب ستكون هي المسيطرة على الوضع، وكذلك زيادة معاناة اليمنيين إذا تم الاستماع لمارتن غريفيث والمفاوضة والدخول من جدد إلى مفاوضات سياسية كما يشير هو الآن في إحاطته يوم أمس لمجلس الأمن الدولي. نعم. الحسم العسكري أنا أقرأه من ناحية العسكرية، هو رأينا التقدم الهائل للقوات المشتركة في الحديدة، وكذلك محاصرة الدريهمي من كافة المناطق حتى لا يتم إراقة الدماء لأبناء المواطنين المتواجدين في مديرية الدريهمي بسبب أن الحوثيين جعلوهم دروع بشرية. نعم. ولذلك اتجهت القوات المشتركة على رأسها ألوية العمالقة والحراس وحراس الجمهورية إلى خطة تكتيكية أشبه ما يمكن من ما نسميها تحرير رهائن تحت قبضة ميليشيات إرهابية. وعندما تم الالتفاف نحو كيلو 16 والوصول إلى كيلو 10، هذه من شأنها أن تعزل الحوثيين من منطقة الدريهمي وكذلك من محافظة الحديدة. نعم. وهو ما يسهل لليمنيين من تحرير الحديدة بشكل كامل وبأقل الخسائر الإنسانية. أما في مناطق أخرى مثلا في كتاف، في حقة، في الظاهر، في البقع، وكذلك في باقم، هناك عملية عسكرية أيضا أشبه بما نقول لها بأنها تمارس أرض محروقة من أجل إبطاء خطورة الحوثيين وكذلك الغام التي زرعتها والتي تشبه الصخور المتناغمة مع الجبال. وكذلك أيضا لابد أن ننوه هنا بأنه في حالة الاقتراب من جبل مران فعليهم أن يكونوا أكثر حيطة وحذر. نعم. القوات الوطنية وكذلك قوات التحالف العربي. نعم. لأن باقم أشبه بالقبة الحديدية، عفوا أقصد مران، فهو أشبه بالقبة الحديدية، فيه ممتلئ في الغارات والمتاهات الذي يمكن لأي حوثي أن يستخدم في كل شبر من جبل مران موقعا استراتيجي لقنص التركيز. التركيز أستاذ محمود الآن المفروض على الشريان الذي يمد هذه الميليشيا وهي محافظة الحديدة، وبالتالي هنالك كما يرى مراقبون وسياسيون وعسكريون أنها تمثل الشريان الأساسي لاستمرار هذه الميليشيا وحربها العبثية، وأنها مجرد تحرير وتطهير مدينة الحديدة ستسقط بقية المحافظات بمواصلة الانتفاضات الشعبية. نعم، إحنا لا يمكن أن نحسبها بهذه السهولة، لأن هذه جماعة تقاتل من أجل عقيدة معينة، من أجل إيران ومن أجل حزب الله. عندما صحيح أن محافظة الحديدة تمثل الشريان التي تتنفس عليه، لكن الحوثيين لا يمكن أنهم يستسلموا بالصورة التي نحن ممكن نتخيلها. الحوثيين سيعملون على مراوغة بطريقة أخرى على إطالة أمد الحرب، حتى لو أن القوات المشتركة وصلت إلى أدوار صنعاء فهم بذلك يعتبرون أنهم منتصرين، ولذلك لابد أن يكون هناك حسم عسكري متواصل وعدم الالتفات إلى المبعوث الأممي أو الضغوط الأممية هو السبيل الأمثل. ولو قارنا ذلك مثلا في حرب 94 عندما كانت هناك الخبر الإبراهيمي اللي الآن اللي هو مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا، كان مبعوثا للأمم المتحدة لدى اليمن، كان ضغط على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من أجل توقيف استعادة الوحدة، لكن الشهيد الرئيس علي عبد الله صالح لم ينظر إليهم وإنما استمر في استعادة الوحدة اليمنية وحقق في الأخير ما أراد. وكان في الأخير أستاذ محمود لن تستطيع أيضا لن تستطيع الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي مصادرة يعني إجماع الشعب اليمني الذي أجمع على أن هذه الميليشيا حان قطفها وأنها أصبحت تمثل سرطان خبيث للشعب اليمني داخل وخارج الوطن. نعم، ولا تستطيع الأمم المتحدة
جديدة أن تثني اليمنيين على استعادة أرضهم المنهوبة. نعم. وكذلك المحتلة من قبل ميليشيات إيرانية. ولذلك أنا ضربت ذلك مثلا من أجل أن يتخذ الآن القوات المشتركة وكذلك التحالف العربي ذلك مثالا لهم بعدم الالتفات إلى المبعوث الأممي وإلى مراوغاته التي أتوقع أن تكون ذلك قريبة وخلال شهر أو شهرين قادمين، من أجل فقط استعادة ترك فرصة للحوثيين من أجل استعادة أنفاسهم ولملمة صفوفهم وتوضيعت ولملمة شتاتهم الذي يكاد أن ينهار في خلال الفترة القريبة. ولذلك استمرار في مواصلة التقدم نحو محافظة الحديدة وتحريرها وكذلك التقدم نحو العمق ونحو الشمال إلى مثلا والوصول إلى حرض وكذلك إلى حجة، من هذه أهم الأماكن وأهم المناطق التي ممكن أن تطوق الحوثيين من كافة الاتجاهات وتنشئ لديهم انشقاقات داخلية وتسرع من عمليات انهيارهم وكذلك من إنقاذ اليمنيين مما يعانيه من مأساة إنسانية. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ محمود. أعود لك أستاذ عبد الوهاب، ماذا تريد الأمم المتحدة من الشعب اليمني؟ 4 سنوات من الحصار، من الجوع، من الفقر، آلاف الأسر تموت جوعا. الأمم المتحدة هل أصبحت جزءا من المشكلة أم هي جزء من الحل فيما يعني يرى مراقبون أو سياسيون؟ للأسف الشديد الأمم المتحدة لا تتحرك إلا حينما يكون وضع الميليشيات العودية في خطر. نعم. ما هي مثل أيضا في مفاوضات ثابتة أنه كلما كانت تشتد الخناق على الميليشيات العودية كلما تدخل الدولي سواء الحالي أو من سلفه لمحاولة إحكام الميليشيات المتحاوية. نعم. نحن نؤكد اليوم من هو فخامة الأخ الرئيس والأخوة في الحكومة بعدم الحضور الضغوط الدولية وجعل المفاوضات ميدان والمفاوضات الحقيقية. نعم. لاحظوا في اليومين أو في الأيام الماضية حينما حدثت الإرادة الشعبية وعزوا بأبطال القوات المسلحة وأبطال المقاومة الشعبية كيف استطاعوا أن يحققوا انتصارات عظيمة جدا في منطقة الحديدة وفي كل من المحافظات. نعم. هناك أيضا انتصارات تتحقق في كثير من المحافظات وكثير من الجبهات. نعم. لكن ربما العضوة طبعا التركيز الناس كلهم مركز على ما يدور في معاولة العيدة باعتبارها هي المنطقة الأهم. نعم. طبعا من الدور المكان على أنه لابد من استمرار العمليات في الحديدة حتى يتم تحرير المدينة واستعادة المدينة. لا يثبت الفرصة للحديدين، هم تعودوا أنه كلما توقفت الجبهات أو كلما توقفت المواجهات يقوموا بعملية تمركز لإعادة الموضوع والخندقة ودرع الألغام. كما هو معروف على أنه الحوثيين اليوم في كل الجبهات يتمركزون 5 أطوال ألغام، وبالتالي يجب أن لا تترك لهم الفرصة حتى يقوموا بإعادة التموضع في الجبهات التي يتم فيها المواجهة. طبعا بالنسبة للمفاوضات أو الحوار كما يطلق عليه، نحن ندعو الجميع إلى أن يجعلوا الحوار الحقيقي هو ما يدور في جبهات القتال. أما المفاوضات فقد جربناها كثيرا وما حصل في كثير من الدول الأخرى أيضا، استمدت المفاوضات إلى ما لا نهاية، لكن بالأخير الحق لا يأتي إلا من الميدان. نعم. أستاذ عبد الوهاب، رسالة أخيرة توجهها للقوى السياسية اليوم التي ينتظر منها أيضا الشعب اليمني موقف موحد لطي مثل ما ذكرت صفحات الماضي والبدء بمعركة تحرير البلد وإنقاذ الشعب اليمني وبالبدء بتفاوضات ويعني والعودة إلى مشروعية الصندوق والدستور اليمني. طبعا نحن جينا يعني نسعى إلى السلام أن يعم في بلدنا، لكن لا سلام مع وجود هذه الميليشيات في حرم السلطة أو حتى في جزء من مطورات السلطة. نعم. هذه جماعة لا تؤمن إلا بالعنف ولا تؤمن إلا بمشروعها الطائفي والسلالي والكهنوتي والمرتبط بالمرجعيات في إيران وغيرها في البلاد وغيرها. طبعا نحن ندعو أبناء الشعب اليمني إلى الانتفاخ بقوة رجل واحد في محاولة لإستعادة ثورتهم وجمهوريتهم، وعدوا أيضا إلى استمرار المعارك أو استمرار المواجهات في الساحل الغربي حتى يتم امتحان الجبهة القادمة للحديدة حتى منطقة الحرب وتحرير منطقة الساحل الغربي بصفة عامة. نعم. الساحل الغربي لا زال بشكل التهديد الحقيقي للبلد من خلال ما يأتي من هذا الشريط الساحلي الطويل من أسلحة ومن إمدادات عسكرية للميليشيات العودية. نحن اليوم نتفاعل كثيرا بالانتصارات التي تحققت. نعم. لكننا ايضا ندعو الجميع الى الانتصار الى جانب قوات الجيش الوطني وقوات المقاومه الشعبيه في كل انحاء البلد في وقفه واحده ضد هذه الميليشيات حتى يتم تحرير كامل البلد
ونحن أيضا على أعتاب يوم 26 من سبتمبر، هذا اليوم الذي توعوا إلى العدد إن شاء الله على هذه العبادة الإيمانية التحنيفية. نعم. كان الناس عندما يحتفلوا بيوم 26 من سبتمبر كانوا لا يدركون ما أهمية هذا اليوم، لكن من خلال وجود هذه الميليشيات والممارسات التي حصلت خلال السنوات الماضية أدرك الناس أهمية هذا اليوم، وأصبح الناس يعتبروا يوم 26 سبتمبر هو يوم الخلاص، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لم يأتي الذكرى القادمة ل 26 سبتمبر إلا والانتصارات أو الاحتفالات تأم إن شاء الله شوارع مدينة عديدة وغيرها المناطق الأخرى. أشكرك الأستاذ عبد الوهاب معوض رئيس لجنة الحقوق الحرية بمجلس النواب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك يا أستاذ محمود، ربما هذه الميليشيا أعطيت أكبر من حجمها بالرغم أنها في انتفاضة ثانية من ديسمبر انكسرت وحصل ما حصل مع الأسف من استشهاد، لولا استشهاد القائد قائد هذه الانتفاضة لكانت ربما انتهت هذه الميليشيا واضمحلت. إنما ما هو الدور الحقيقي اليوم على أبناء الشعب اليمني وعلى رجال الجيش الذين ما زالوا في منازلهم؟ أولا هناك دور على عبد الرب منصور هادي الرئيس اليمني الذي يقول أنه توافقيا عليه أن يكون ولو لمرة واحدة، أنا أتحدث وأنا مسؤول عن كلامي هذا، ويكون مرة ولو مرة واحدة لرئيس كرئيس توافق ولرئيس اليمنيين أن يرسل رسالة إلى الأمم المتحدة يطالب فيها برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح. نعم. لأن هناك العديد من اليمنيين والشخصيات تكن للعميد أحمد علي عبد الله صالح كل احترام، وبدعوة منه واحدة من دعوة العميد أحمد علي عبد الله صالح القوات الجيش اليمني والمواطنين الشعبيين للانتفاضة ضد هذه الفئة الباغية سيكون هناك صدى واسع لدعوته، وهناك سيلبي العديد من المواطنين. والآن المواطنين اليمنيين هم يحتاجوا إلى قائد مثل السفير والعميد أحمد علي عبد الله صالح، يحتاج إلى رجل له رؤية حقيقية نحو اليمن. ونحن أيضا نعتمد على خلال الفترة القليلة القادمة على القوات المشتركة بأنها أيضا ستمضي وفقا الخطط التي رسمت لها وكذلك لتحرير الحديدة. أعتقد أنها من 26 من سبتمبر سيكون نقطة تحول نحو تحرير المزيد من الأراضي اليمنية. أعتقد أن هناك أيضا سيكون هناك توجه نحو دمار من محافظة البيضة، وكذلك تقدم نحو الحديدة نحو حجة من محافظة صعدة وكذلك من محافظة الحديدة، وسيتم تطويق الحوثيين من كافة الاتجاهات. وفي هذه اللحظة عندما يتم تطويق الحوثيين من هذه الاتجاهات أعود وأذكر بأن اليمنيين يحتاجون إلى قائد، يحتاجون إلى من يوجههم كما نحتاج في الوقت الحالي وخلال الفترة القادمة للعميد أحمد علي عبد الله صالح. نعم. طيب رسالة أخيرة في ختام هذا اللقاء توجه لأبناء الشعب اليمني لأبناء تهامة وصقور تهامة وأسودها. نتمنى وليس هذا توجيه، ولكن نحن نتمنى من أبناء تهامة أن يكونوا على قدر المسؤولية في تحرير أرضهم، وهم لهم باع طويل في المشاركة في الثورات في ثورات سبتمبر والثورات الجمهورية، فأن هذا 26 من سبتمبر هو بدأت الثورة ضد الإمامة من هناك، ولذلك لابد أن نتمنى أن يكونوا مشاركين في هذه الثورة، عليهم أن يكونوا أيضا مساندين لقوات الجيش في إرسال الإحداثيات في رصد أماكن تمركز القوات الميليشيات الحوثية الإرهابية، تواجد القيادات الحوثية وتزويدها. نعم. للتحالف وكذلك للقوات المشتركة، على القوات المشتركة أيضا أن تفتح خطوط تواصل مع أبناء قبائل والزرانيق وكذلك أبناء محافظة الحديدة بشكل عام لسرعة استعادة محافظة الحديدة وبأقل الخسائر. أشكرك، وصلت الرسالة للكاتب السياسي محمود الطاهر، كنت معي عبر الرقم الصناعي، شكرا جزيلا لك. تحية أيضا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنت، تحية لحراس الجمهورية، تحية شكر وتقدير لأسود ألوية العمالقة، وتحية أيضا للصقور تهامة، وتحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.